السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وكل صحة وسلامة إن شاء الله. أتمنى أن يساعدكم، بس إن الصوت واصل، أعتقد إنه واصل يعني. طيب تمام، شكرا شكرا، ألف شكر لحضراتكم. طيب اليوم إن شاء الله في المحاضرة السابعة نستكمل، كان متبقي لنا جزئية بسيطة من الفصل الرابع، إن شاء الله نستكملها مع بعض وناخد الأسئلة إن شاء الله. والله وجدان التكليف الذاتي ده حاجة خاصة بيكم يعني، إنما لو في سؤال واقف معاكم ولا حاجة ممكن أساعدكم فيه. انما هو التكليف المفروض انتوا اللي بتحلوه، وانا بساعدكم في بعض الحاجات اللي انتوا مش فاهمينها. لو في حاجه مش فاهمينها قولوا لي وانا احلها لكم يعني، خلاص ان شاء الله. وبعدين التكليف الذاتي بسيط يعني، انا جبت لكم اسئله بسيطه وسهله يعني، سهل جدا ان شاء الله، ما فيش مشكله باذن الله. اللي بيجد برضه صعوبه بيرجع لي، ما فيش مشكله خالص يعني. طيب نستكمل الجزئية اللي كانت فاضلنا، كنا واقفين عند القوى التنافسية الرئيسية، كان ده العنوان اللي كنا واقفين عنده. نستكمل فمثل القوى التنافسية نقطتين، وهنا يمكن القول في الإدارة العليا يا وجدان، الإدارة العليا الخطة الاستراتيجية على طول بتضعها الإدارة العليا يعني. مظبوط كده، مظبوط. طيب القوى التنافسية الرئيسية نقطتين، وهنا يمكن القول أن حالة المنافسة في أي صناعة، تعتمد على خمسة قوى تنافسية يجب أخذها في الاعتبار. وهذه القوى هي: واحد، التهديد الناتج من دخول منافسين جدد. اثنين، التهديد الناتج عن وجود منتجات بديلة، يبقى أول حاجة أول تهديد دخول منافسين جدد، التهديد الثاني اللي هو وجود منتجات إيه؟ بديلة. ثلاثة، القوة التفاوضية للعملاء، للتهديد أو الشيء الثالث اللي المفروض ناخده في الاعتبار، القوة الخامسة الثالثة القوة التفاوضية للعملاء. أربعة، أيضا القوة التفاوضية للموردين. خمسة، درجة المنافسة الحالية بين الشركات. آخر عنوان في هذا الفصل، عنوان جانبي، المصادر الأساسية للمعلومات الأندية. المصادر الأساسية للمعلومات البيئية نقطتين، هناك نوعين من المصادر الخاصة بالمعلومات البيئية
الخاصة بالمعلومات البيئية هي كالتالي: واحد المصادر الأولية، واحد المصادر الأولية، والاثنين مكملين لبعض، يعني المصدرين مكملين لبعض. المصادر الأولية هي اللي بنستخدمها لأول مرة، خلاص ركزوا معايا، اللي بنستخدمها لأول مرة، يعني بنجمع بيانات من أول مرة من الميدان. لو استخدمناها أصبحت بيانات إيه؟ سنوية. يبقى البيانات الأولية بمجرد ما بنستخدمها أو ننشرها تصبح بيانات إيه؟ سنوية. هم دول المصدرين. يبقى واحد المصادر الأولية، نقطتين: وفيها يتم جمع المعلومات، وفيها يتم جمع المعلومات من العملاء، وفيها يتم جمع المعلومات من العملاء لأول مرة، لأول مرة من خلال الاستبيانات، من خلال الاستبيانات أو الملاحظة، من خلال الاستبيانات أو الملاحظة. اثنين المصادر الثانوية، اثنين المصادر الثانوية، نقطتين: وهي تلك المصادر التي سبق جمعها، وهي تلك المصادر التي سبق جمعها والاستفادة منها، والاستفادة منها ونشرها في الدوريات أو الصحف، والاستفادة منها ونشرها في الدوريات أو الإيه؟ أو الصحف. إذن بمجرد ما بنستخدم البيانات الأولية بتصبح بيانات إيه؟ سنوية على طول مباشرة. مظبوط. طيب بعد كده انتهينا من الفصل الرابع ونبدأ في الأسئلة الخاصة بي، أسئلة تطبيقية على الفصل الرابع، أسئلة تطبيقية على الفصل الرابع. السؤال الأول: اتجاهات البقالة في سوق العمل، اتجاهات البقالة في سوق العمل من أهم القوى الاجتماعية المؤثرة، من أهم القوى الاجتماعية المؤثرة على المنظمة. ألف صحيح وباء خطأ، ألف صحيح وباء خطأ. خلي بالكم، اتجاهات البطالة في سوق العمل هل أهم من أهم القوى المؤثرة على من أهم القوى الاجتماعية المؤثرة على المنظمة ولا حاجة تانية؟ ألف صحيح وباء خطأ. شكلكم لسه ما أو مشغولين في الرد على الأسئلة الأخرى. طيب أنا هجاوب على السؤال ده. السؤال خطأ. مظبوط مظبوط يا أحلام أنت محمد، مظبوط، الإجابة باء خطأ. طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني: بناء مصفوفة تقييم العوامل الداخلية، بناء مصفوفة تقييم العوامل الداخلية هي إحدى خطوات الإطار العام، بناء مصفوفة تقييم العوامل الداخلية هي إحدى خطوات الإطار العام، هي إحدى خطوات الإطار العام لإتمام عملية المراجعة الخارجية، لإتمام عملية المراجعة الخارجية. ألف صحيح وباء خطأ، ألف صحيح وباء خطأ. وطبعا خلوا بالكم أنا هنا بقول ما تستعجلي يا مرام، ما تستعجلي أنتم تركي، أنا بقول بناء مصفوفة تقييم العوامل الداخلية، الداخلية هل هي إحدى خطوات إتمام عملية المراجعة الخارجية؟ إيه هي الداخلية للخارجية؟ إذن العبارة خطأ، والصح اللي هي بناء مصفوفة تقييم العوامل الخارجية وليست الداخلية. إذا الإجابة على هذا السؤال أيضا خطأ. طيب السؤال الثالث: من أهم المتغيرات الاجتماعية والثقافية، من
من أهم المطريات. أنا شايفكم مشغولين بأشياء أخرى بعيدة عن نطاق المحاضرة خالص. التفريغ المعتمد وتعتمد عليه بعد الله سبحانه وتعالى هو الخص بأخت واضحة والأخت وجدان يعني. فأرجو الاعتماد عليه. طيب، من أهم المطيرات الاجتماعية والثقافية التي تمثل فرصة أو تهديد للمنظمات ما يلي. من أهم المطيرات الاجتماعية والثقافية التي تمثل فرصة أو تهديد للمنظمات ما يلي. هو طبعا يا صالحة هي الأخت واضحة والأخت وجدان بيكتبوا ورايا، وبالتالي هو ده المعتمد لهذا الفصل، ده اللي أنا أقصده يعني. إنما تجيبوا حاجة تانية من فصل آخر مش هينفع، المعتمد هذا الفصل الدراسي فقط. طيب، من أهم المتغيرات الاجتماعية والثقافية التي تمثل فرصة أو تهديد للمنظمات ما يلي: ألف، إمكانية الحصول على قروض. إمكانية الحصول على قروض. ب، التكنولوجيا المتاحة حاليا. ب، التكنولوجيا المتاحة حاليا. ج، اتجاه المرأة للعمل. ج، اتجاه المرأة للعمل. د، اتجاهات البطالة. د، اتجاهات البطالة. برافو عليكم جيلين، فعلا الإجابة هي جيم، اتجاه المرأة للعمل. طيب، السؤال الثلاثة كان على المتغيرات الاجتماعية. السؤال الرابع عن المتغيرات أو القوى الاقتصادية. طيب، بيقول السؤال الرابع: من أهم القوى الاقتصادية، من أهم القوى الاقتصادية التي تمثل فرصة أو تهديد، من أهم القوى الاقتصادية التي تمثل فرصة أو تهديد للمنظمات ما يلي: ألف، اتجاه المرأة للعمل. ألف، اتجاه المرأة للعمل. باء، مستوى الدخل المتاح. باء، مستوى الدخل المتاح. جيم، معدلات الهجرة الخارجية. جيم، معدلات الهجرة الخارجية. دال، معدلات التعليم. دال، معدلات التعليم. والإجابة فعلا زي ما حضراتكم تفضلتوا كده، هي مستوى الدخل المتاح اللي هي باء. ما شاء الله عليكم ممتازين، حاجة جميلة ما شاء الله. طيب، السؤال الخامس بيقول: المصادر الأساسية للمعلومات. المصادر الأساسية للمعلومات داخل المنظمات تتمثل فيه، احنا لسه واخدينها اخر حاجه اخذناها. المصادر الاساسيه للمعلومات داخل المنظمات تتمثل فيه: الف، مصادر محليه ودوليه. الف، مصادر محليه ودوليه. باء، مصادر داخلية وخارجية. مصادر داخلية وخارجية. جيم، مصادر أولية وثانوية. مصادر أولية وثانوية. ما شاء الله عليكم ما شاء الله ما شاء الله، حاجة جميلة ما شاء الله. طيب، مستكمل. دال، مصادر معلنة وسرية. دال، مصادر معلنة وسرية. إذن الإجابة زي ما حضراتكم كده تفضلتم هي جيم، هي مصادر الأولية والثانوية. السؤال السادس بيقول: عند القيام بدراسة البيئة التنافسية، عند القيام حسب يراف حسب المعدل، ممكن يكون معدل اجتماعي أو معدل اقتصادي، يعني مش يعني مش معنى كلمة معدل يبقى متغير اقتصادي، يعني حسب نوع المعدل. يعني مثلا معدل الطلاق هل ينفع معدل اقتصادي؟
مقدر يعني حاجات تانية كده يعني. فإذا حسب الموعد إيه المعدل المذكور يعني نقدر نحدد هل هو اقتصادي ولا مش اقتصادي. معدل الفايدة مثلا اقتصادي، معدل الضرائب اقتصادي، أما معدلات الطلاق والزواج معدل اجتماعي، ها على حسب نوع المعدل يعني. طيب ستة، عند القيام بدراسة البيئة التنافسية للمنظمة، عند القيام بدراسة البيئة التنافسية للمنظمة، فإن عملية تجميع المعلومات عن المنافسين، فإن عملية تجميع المعلومات عن المنافسين وتحليلها تتطلب، وتحليلها تتطلب نقطتين. ألف، التعرف على الفرص المتاحة، التعرف على الفرص المتاحة للشركات غير التنافسية، للشركات غير التنافسية. ب، التهديد الناتج من دخول منافسين جدد للسوق، التهديد الناتج من دخول منافسين جدد للسوق. جيم، توزيع الحصص السوقية بين المنافسين، ما تستعجل يا طارق ما تستعجل. جيم، توزيع الحصص التنافسية بين المنافسين. دال، تحديد المنافسين الرئيسيين للشركة. دال، تحديد المنافسين الرئيسيين للشركة. برافو يا سمر، وعدل يا تركي، برافو كلكم، يسر يا تركي وصالحة، تمام ممتازين فعلا. هي دال، تحديد المنافسين الرئيسيين للشركة. طيب السؤال السابع بيقول، تتمثل المتغيرات السياسية والقانونية، تتمثل المتغيرات السياسية والقانونية والحكومية التي تمثل فرصة أو تهديد، التي تمثل فرصة أو تهديد أمام المنظمات في الآتي، أمام المنظمات في الآتي. ألف، القواعد والإجراءات والظروف السياسية السائدة، القواعد والإجراءات والظروف السياسية السائدة. ب، الحصول على بيانات عن المنافسين، الحصول على بيانات عن المنافسين في الدول ذات العلاقة، الحصول على بيانات عن المنافسين في الدول ذات العلاقة. جيم، معدلات الفائدة والقروض، جيم، معدلات الفائدة والقروض. دال، علاقات العملاء، دال، علاقات العملاء. ما شاء الله عليكم فعلا الإجابة هي ألف، تمام برافو. الإجابة فعلا السؤال سبعة هي ألف، هي القواعد والإجراءات والظروف السياسية السائدة داخل الإيه البلد. طيب السؤال رقم 8، السؤال رقم 8 بيقول، المصادر الثانوية، لما خدنا المصادر الأولية والمصادر الثانوية، المصادر الأولية معروفة هي اللي احنا بنجمعها من الميدان أول مرة، أما المصادر السنوية بعد ما بنستخدمها وننشرها أصبحت سنوية، ده اللي اتفقنا عليه. طيب الثمانية بيقول، المصادر الثانوية لجمع البيانات البيئية، تعني المصادر الثانوية لجمع البيانات البيئية، تعني نقطتين. ألف، جمع المعلومات من العملاء لأول مرة، جمع المعلومات من العملاء لأول مرة. دي بيانات سنوية ولا أولية؟ ها؟
طيب ماشي، وانا موافق يا رهف على الكلام اللي بتقوليه. طيب بقى تمام، برافو عليكم. بقى جمع البيانات من العملاء الخارجيين والداخليين، جمع البيانات من العملاء الخارجيين والداخليين. جيم، المعلومات أو البيانات. جيم، المعلومات أو البيانات التي سبق جمعها والاستفادة منها ونشرها. البيانات أو المعلومات التي سبق جمعها والاستفادة منها ونشرها. برافو عليكم، برافو عليكم، ما شاء الله عليكم. طيب نستكمل السؤال. دال جمع البيانات بالملاحظة، جمع البيانات بالملاحظة، وفعلا الإجابة هي المعلومات أو البيانات اللي سبق جمعها والاستفادة منها ونشرها، ومجرد ما نستفيد منها وننشرها أصبح البيانات إيه؟ ثانوية. طيب السؤال التاسع، السؤال رقم 9 بيقول: حالة المنافسة في أي صناعة تعتمد على القوى التنافسية التالية؟ حالة المنافسة في أي صناعة تعتمد على القوى التنافسية التالية؟ الحاجة اللي أخذناها اليوم، يعني أول حاجة أخذناها اليوم لو أنتم فاكرين، يعني حالة المنافسة في أي صناعة تعتمد على القوى التنافسية التالية: ألف القوى التفاوضية للمنافسين، للمنافسين ولا للعملاء والموردين؟ ها خلوا بالكم، القوى التفاوضية للمنافسين. طيب باء، درجة المنافسة السابقة بين الشركات، درجة المنافسة السابقة ولا الحالية؟ درجة المنافسة السابقة بين الشركات. جيم، الأهداف الاستراتيجية للمنظمة، جيم الأهداف الاستراتيجية للمنظمة. دال، التهديد الناتج من دخول منافسين جدد أو منتجات جديدة. برافو عليكم، التهديد الناتج من دخول منافسين جدد أو منتجات إيه؟ جديدة. برافو عليكم، ما شاء الله عليكم، فعلا الإجابة هي التهديد الناتج من دخول منافسين جدد أو منتجات إيه؟ جديدة. آخر سؤال رقم 10 في هذا الفصل بيقول: تتحدد المتغيرات البيئية الخارجية، تتحدد المتغيرات البيئية الخارجية التي تواجه المنظمة في الآتي، تتحدد المتغيرات البيئية الخارجية التي تواجه المنظمة في الآتي: ألف العادات والتقاليد السائدة في المجتمع، العادات والتقاليد السائدة في المجتمع. ب القوى الاقتصادية والتكنولوجية والتنافسية، ب القوى الاقتصادية والتكنولوجية والتنافسية. برافو عليكم، هجين فعلا هي باء. نكمل السؤال. جيم، أنماط المجتمع وقيمه، أنماط المجتمع وقيمه. دال، الثقافة السائدة في المجتمع، دال الثقافة السائدة في المجتمع. فعلا الإجابة زي ما حضرتكم كده وتفضلتم بقى، هي القوى الاقتصادية والتكنولوجية والإيه والسياسية والاجتماعية إلى آخره. طيب إحنا كده انتهينا من هذا الفصل تماما، وننتقل إلى الفصل الخامس من هذا المقرر. الفصل الخامس بعنوان: تحليل وتوصيف البيئة الخارجية. الفصل الخامس بعنوان:
تحليل وتوصيف البيئة الخارجية. تحليل وتوصيف البيئة الخارجية. عنوان جانبي. تحليل البيئة المحيطة. عنوان جانبي تحليل البيئة المحيطة. نقطتين. يمكن تحديد الخصائص التي تميز أي بيئة تنظيمية. يمكن تحديد الخصائص التي تميز أي بيئة تنظيمية من خلال بعدين رئيسيين هما. من خلال بعدين رئيسيين هما. واحد درجة التغير. واحد درجة التغير. اثنين درجة التعقيد. درجة التغير. اثنين درجة التعقيد. ومن خلال التفاعل بين هذين البعدين. ومن خلال التفاعل بين هذين البعدين يمكن أن نميز بين أربعة أنواع أو ملامح. يمكن أن نميز بين أربعة أنواع أو ملامح متدرجة للبيئة التنظيمية. بين أربعة أنواع أو ملامح متدرجة للبيئة التنظيمية التي تواجه الإدارة، وهي على النحو التالي. وهي على النحو التالي: واحد، بيئة بسيطة وثابتة. واحد، بيئة بسيطة وثابتة. اثنين، بيئة بسيطة ومتغيرة. وهنتكلم عن كل واحدة دلوقتي ونشوف ايه اللي بيميزها عن الثانية. اثنين، بيئة بسيطة ومتغيرة. ثلاثة، بيئة معقدة وثابتة. بيئة معقدة وثابتة. أربعة، بيئة معقدة ومتغيرة. يبقى أنا عندي بيئة بسيطة بس ثابتة ومتغيرة، وعندي بيئة معقدة وبرضه ثابتة ومتغيرة. اتفقنا؟ طيب، بس بتمثل أربعة أنواع من الإيه؟ من البيئات. ملاحظة هامة. ملاحظة هامة. يمكن ملاحظة ما هي؟ نقطتين. واحد، البيئة البسيطة تعني، البيئة البسيطة تعني عدد قليل من المتغيرات. عشان كده سموها بيئة بسيطة. بيئة بسيطة يعني تحتوي على عدد قليل من المتغيرات. العكس منها بقى الايه؟ المعقدة. المعقدة عدد كبير من المتغيرات. خلاص؟ فهمنا دي؟ طيب، يبقى واحد، البيئة البسيطة تعني عدد قليل من الايه؟ من المتغيرات. أول ما نقول عدد قليل من المتغيرات نعرف انها ايه؟ بيئة بسيطة. طيب، اثنين، البيئة المعقدة تعني، البيئة المعقدة تعني عدد كبير من المتغيرات. تعني عدد كبير من المتغيرات. يبقى الاثنين عكس بعض تماما، البيئة البسيطة والمتغير والمعقدة. طيب، ثلاثة، البيئة الثابتة تعني، البيئة الثابتة تعني استقرار المتغيرات. تعني استقرار الايه؟ المتغيرات. من الاسم بتاعها ثابتة يعني المتغيرات مستقرة. خلاص؟ طيب، البيئة المتغيرة تعني العكس بقى. العكس، إذا كانت البيئة البسيطة عكس المعقدة هتبقى البيئة المتغيرة عكس الثابتة. طيب، أربعة، البيئة المتغيرة تعني عدم استقرار المتغيرات. تمام يا نور، عدم استقرار. هي غراف مظبوط. وأمينة تمام، عدم استقرار يا رزين تمام، عدم استقرار تمام. يبقى إذا البيئة البسيطة عدد قليل من المتغيرات، البيئة المعقدة العكس عدد كبير، البيئة الثابتة يعني المتغيرات مستقرة ثابتة ما تتحركش، أما البيئة المتغيرة الديناميكية يعني معناها أن المتغيرات على طول في عملية إيه؟ استقرار، عملية عدم استقرار مستمر. طيب، وبناء على ما سبق يمكن أن نميز بين البيئات الأربعة على النحو التالي: أولا، البيئة البسيطة والثابتة.
البيئة البسيطة والثابتة، وتتسم بالآتي، وتتسم بالآتي: ألف عدد محدود من المتغيرات المتشابهة، ألف عدد محدود من المتغيرات المتشابهة. أنا كنت أرسلت لكم على المنتدى العام المصفوفة دي، يا ترى موجودة أمامكم؟ كانت عبارة عن مصفوفة متقسمة إلى 4 أقسام. عموما لو مش موجودة مفيش مشكلة يعني. طيب، يبقى البيئة البسيطة والثابتة تتسم بالآتي: ألف عدد محدود من المتغيرات المتشابهة، تمام يا أحلام كلكم ممتازين، طيب كويس إنها موجودة أمامكم. ب ثبات واستقرار المتغيرات، ليه؟ لأنها ثابتة، بيئة بسيطة وثابتة، وإحنا قلنا بسيطة معناها إيه؟ عدد قليل من المتغيرات، وثابتة معناها إيه؟ إن المتغيرات ثابتة ومستقرة. ب ثبات واستقرار المتغيرات. جيم درجة منخفضة جدا من عدم التأكد. جيم درجة منخفضة جدا من عدم الإيه؟ التأكد. طيب، اثنين البيئة المعقدة والمتغيرة. اثنين البيئة المعقدة والمتغيرة، وتتسم بالآتي، وتتسم بالآتي. هنلاقيها عكس البيئة البسيطة والثابتة مباشرة، الاثنين عكس بعض. بيئة بسيطة عكسها معقدة، وبيئة ثابتة عكسها متغيرة. طيب، البيئة اثنين بيئة معقدة ومتغيرة، وتتسم بالآتي: ألف عدد كبير من المتغيرات المختلفة، تمام يا لمياء، عدد كبير من المتغيرات الإيه؟ المختلفة. ب عدم ثبات واستقرار المتغيرات، لأنها متغيرة، عدم ثبات واستقرار الإيه؟ المتغيرات، العكس على طول. جيم درجة كبيرة جدا من عدم التأكد، جيم درجة كبيرة جدا من عدم الإيه؟ من عدم التأكد. طيب، ثلاثة البيئة رقم ثلاثة، البيئة الثالثة بيئة معقدة وثابتة، بيئة معقدة وثابتة، وتتسم بالآتي. وإحنا عرفنا بقى معقدة يعني إيه، وثابتة يعني إيه. معقدة يعني عدد كبير من المتغيرات، وثابتة يعني المتغيرات مستقرة، تمام. طيب، يبقى ثلاثة بيئة معقدة وثابتة، وتتسم بالآتي: ألف عدد كبير من المتغيرات المختلفة، عدد كبير من المتغيرات المختلفة. ب ثبات واستقرار المتغيرات، برافو يا عماد، تمام كلكم ممتازين، كلكم واجدين ما شاء الله، ثبات واستقرار المتغيرات، تمام يا عبد الرحمن. وبناء على ذلك جيم بقى الاهل فعلا زي ما عبد الرحمن كتب لنا كده، درجه محدوده من عدم، محدوده يا عبد الرحمن مش كبيره، درجه محدوده من عدم الايه؟ من عدم التاكد، درجه محدوده من عدم التاكد، محدوده لان في ثبات في المتغيرات. ها، طيب، البيئه الرابعه اللي هي عكس البيئه رقم ثلاثه، البيئه رقم اربعه بيئة بسيطة ومتغيرة، بيئة بسيطة ومتغيرة، عكس رقم ثلاثة على طول. بيئة بسيطة ومتغيرة، وتتسم بالآتي: ألف عدد محدود من المتغيرات المتشابهة، عدد محدود من المتغيرات المتشابهة. ب عدم ثبات واستقرار المتغيرات، المتغيرات مش ثابته ولا مستقره لانها متغيره، عدم ثبات واستقرار المتغيرات، درجه كبيره من عدم الايه؟ التاكد، درجه كبيره من عدم التاكد لان البيئه متغيره، خلاص درجه كبيره من عدم الايه؟ من عدم التاكد. طيب، عنوان جانبي، عنوان جانبي: استراتيجيات النمو للمنظمة. يعني زهقت مننا يا وداد، عايز تعرف كم محاضرة ونخلص يعني؟ ماشي.
طيب فاضل لنا 50 محاضرة عشان نخلص المقرر ده، ايه رأيك؟ طيب لا لسه ان شاء الله، يعني هم 12 محاضرة يعني. انا بس بمزح معاها يعني. طيب ان شاء الله كده ربنا يكرمكم جميعا ان شاء الله، واحنا سعدنا بيكم في هذا الفصل، وبإذن الله كده نلقاكم إن شاء الله في الدراسات العليا بإذن الله تعالى إن شاء الله. وإن شاء الله حتى لو المحاضرات انتهت أنا تحت أمركم في أي حاجة، أي شيء أنتم تحتاجوه، أي حاجة، أنا والدكم وطبعا لكم الحق علينا يعني، وده يشرفني يعني. طيب استراتيجيات النمو للمنظمة. طيب يا محمد بسرعة لو في سؤال اتفضل. نكمل على محمد يكتب لنا السؤال. ربنا يكرمك يا رب ويبارك منكم كده ويزيدنا أرسالكم إن شاء الله. عنوان جانبي استراتيجيات النمو للمنظمة، نقطتين. يمكن للمنظمة أن تحقق النمو. يمكن للمنظمة أن تحقق النمو. وذلك من خلال اتباع طريقتين هما، من خلال اتباع طريقتين هما، يعني المنظمة ممكن أن تحقق النمو من خلال اتباع طريقتين، والطريقتين مفهومين معروفين، يا إما أحسن المنتجات الحالية بتاعتي أو أدخل منتجات أخرى جديدة، صح ولا خطأ؟ مفيش حاجة، هما دول الاثنين بس. طيب يبقى يمكن للمنظمة تحقق النمو اتباع طريقتين هما. واحد، الطريقة الأولى تحسين المنتجات الحالية، أحسن من جودة المنتجات الحالية الموجودة بالفعل، تحسين المنتجات الحالية. اثنين، إضافة منتجات جديدة. اثنين، إضافة منتجات إيه؟ جديدة. نقطة من أول السطر. وبناء على ما سبق يمكن للمنظمة وضع استراتيجية نمو لها بناء على الطريقتين اللي فاتوا دول، اللي هي تحسين المنتجات الحالية وإضافة منتجات جديدة. خلاص، يمكن بناء على ما سبق يمكن للمنظمة وضع استراتيجية نمو لها باتباع تحليل من ثلاثة مستويات. باتباع تحليل من ثلاثة مستويات، هو نقطتين. الأول نقطتين، الفرص الحالية المتاحة أمام المنظمة، وهذا ما يطلق عليه فرص النمو المكثف. اثنين، الثاني يعني، احنا الاول كتبنا الاول يبقى نكتب الثاني، الفرص المتاحة من خلال التكامل مع شركات أخرى، نقطة. وهذا ما نطلق عليه النمو الاندماجي. الثالث، نقول ثلاث مستويات. الثالث، الفرص الموجودة خارج قناة التسويق، وهو ما يطلق عليه النمو المتنوع. عنوان جانبي استراتيجيات نمو المنظمة. احنا اخذنا تكليف يا نجلاء، وفي تكليف تاني ان شاء الله بينزل بكرة ان شاء الله. التكليف التاني ان شاء الله بكرة باذن الله تعالى ينزل لحضراتكم يعني.
التكليف الأول فعلا نزل وانتهى أول أمس خلاص، والتاني نازل بكرة بإذن الله. طيب عنوان جانبي: استراتيجيات نمو المنظمة. نقطتين: بناء على ما سبق فإن المنشأة يمكنها، بناء على ما سبق فإن المنشأة يمكنها أن تأخذ نمطا من استراتيجيات النمو التالية. وبناء على ما سبق فإن المنشأة أو الشركة يعني أو المنظمة كلها بمعنى واحد، يمكنها أن تأخذ نمطا من استراتيجيات النمو التالية. هحاول والله، هحاول يا رب إن أنا أنزل، أحاول أشوف كده قدر ينزل تاني أنزله. حاضر، ما أمكنش إن شاء الله. هو بعض الزملاء بينزلوه على المنتدى إن شاء الله، أول ما المنتدى يفتح تلاقي كل شيء موجود إن شاء الله، وأنا بحاول إن أنا أنزله إن شاء الله. طيب، وبناء على ما سبق فإن المنشأة أو الشركة يمكنه أن تأخذ نمطا من استراتيجيات النمو التالية: واحد استراتيجيات النمو المكثف. وهذه الاستراتيجيات تتضمن ما يلي: ألف استراتيجية التغلغل في السوق، استراتيجية التغلغل في السوق ما بين قوسين غزو واختراق السوق. ألف استراتيجية التغلغل في السوق ما بين قوسين غزو أو اختراق السوق، الاثنين بمعنى إيه؟ واحد. ب استراتيجية تطوير السوق، استراتيجية تطوير السوق. ج استراتيجية تطوير المنتج، استراتيجية تطوير المنتج. اثنين استراتيجيات النمو التكاملي أو الاندماجي. اثنين استراتيجيات النمو التكاملي أو الاندماجي. وتتضمن ما هي؟ ألف استراتيجية التكامل الخلفي، استراتيجية التكامل الخلفي. ب استراتيجية التكامل الأمامي، ب استراتيجية التكامل الأمامي. ج استراتيجية التكامل الأفقي، ج استراتيجية التكامل الأفقي. النوع الثالث والأخير ثالثا أو ثلاثة استراتيجيات النمو المتنوع، استراتيجيات النمو المتنوع، وتحتوي على ما يلي: ألف استراتيجية النمو المتراكز، استراتيجية النمو أو سوري التنوع، استراتيجية التنوع وليس النمو، سوري استراتيجية التنوع المتراكز. ب استراتيجية التنوع الأفقي، استراتيجية التنوع الأفقي. ج استراتيجية التنوع المختلط. طيب احنا عندنا كده 9 استراتيجيات، 3 استراتيجيات أساسية وكل استراتيجية لها 3 استراتيجيات أخرى فرعية. هنركز بس على الاستراتيجية الأولى خلاص، اللي هي استراتيجيات النمو الإيه؟ المكثف. خلاص نكتب كده حتى الأخت واضحة لو موجودة معانا: وسوف تقتصر الدراسة على دراسة استراتيجيات النمو المكثف فقط، وسوف نقتصر على دراسة استراتيجيات النمو المكثف فقط. طيب الوقت انتهى. طيب هنتوقف، هنكتب بس العنوان، عنوان استراتيجيات النمو الايه؟ المكثف، ونقف لحد هنا ان شاء الله. بكره نكمل استراتيجيات النمو المكثف، وفي عندنا حاله عمليه هناخدها
ثم ناخذ الاسئله على الفصل الخامس ان شاء الله لو ربنا احيانا واعطانا العمر. انا بشكركم شكرا جزيلا واستودعكم الله والقاكم على خير غدا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.